في السنوات القليلة الماضية شهدت الضفة الشرقية من نهر هادسون في مدينة نيويورك حركة معمارية غير معتادة، لكن هذه الحركة تهدد باجتياح مدينة الفنانين الأولى في العالم لرسم الجرافيتي. لعقود بقي هذا المكان من منطقة كوينز في نيويورك بمنأى عن حمى ناطحات السحاب السكنية والتجارية بعكس حي منهاتن، وتحولت خلال تلك السنين جدران مباني مصانع فايف بوينتس المهجورة إلى مرتع أو معرض لرسامي الجرافيتي. وبعد أن كانوا يمارسون هوايتهم بشكل سري كما هي العادة في غالبية مدن العالم، وجدوا في هذا المكان المتنفس الإبداعي الذي أطلق العنان لمخيلتهم فقصدوه قادمين من شتى أنحاء العالم. هيتاكو بياشي رسام ياباني أمريكي بدأ يمارس هوايته منذ أواخر السبعينيات وتحول إلى أحد عمالقة الجرافيتي في معرض فايف بوينتس. Five Points is a staple in the graffiti and hip-hop culture now. Unfortunately, with the development of new buildings and new condominiums, this retail space is very important. And, you know, this mecca of hip-hop is going to probably disappear next year because they're going to build high-rises for rentals. مئات الفنانين يعرضون براعتهم الفنية على جدران هذه المصانع المهجورة. قد تبدو الأمور فوضوية بعض الشيء، لكن للمكان إدارته، ولا يستطيع أي كان الرسم من دون إذن المسؤول عن هذه الخربة الصناعية. ولا بد للفنان أن يتمتع بالحد الأدنى من الشهرة لكي يفوز بمساحة جدارية ثابتة في هذا الركن. أما الركن الآخر فهو متاح للنجوم الصاعدين، بعضهم يزور لوحته مرة في السنة. This woman's work here, the wall that you see here, is by an artist from Japan named Shiro, a woman that's a nurse full time and comes to the States and travels doing her graffiti artwork. Here, Five Points in New York City, this right here is artists from all over the world. You know, you have people from Israel, Lebanon, Russia, Germany, Italy, that just comes here and paints. الرسم الناجح قد يحتل قسما من هذا الجدار لعام أو عامين، بينما تزول الرسومات الأقل قيمة خلال أيام أو أسابيع، والمضامين كلها تقريبا من وحي موسيقى الهيب هوب. لكن الرسامين يستفيدون من عملهم هنا في مشاريع جمالية فنية وتثقيفية. هيتاكو مثلا ينفذ مشاريع في مدينة نيو أورلينز التي ما تزال تعاني من آثار الإعصار كاترينا. A lot of graffiti artists have gone to gallery development, working on paintings and selling their canvases. There are some very well-known artists that sell their work for several thousand dollars. Shepard Fairey, he did the Obama campaign, that artwork for Obama Hope, which he's subsequently sued for. But he's making a lot of money on his paintings. Yeah, I came to check this. I like graffiti. In São Paulo, we have a lot too. I'm from São Paulo, Brazil, and I have like just a few days here, and so I decided to come and check. Yeah, it's different the styles or something, but we have, but not that big, like a big building like this, no. براي رسام يمارس هوايته في نيويورك منذ 3 عقود. كان يرسم على هياكل قطارات الأنفاق، لكنه وبعد أن احتل مكانة في فايف بوينتس لم يعد مضطرا لخرق القانون، وهو يضحي بوقته وماله من أجل إرضاء هواية ثقافية تعود على المجتمع بفوائد كبيرة. A lot of this work is just out of love. Right now we're doing it for the culture, for the building, for our own entertainment. So right here you probably got maybe 40 cans. So that's like $320 probably to paint this wall. This wall probably took maybe 2 days. سوق العقار لا تبشر بالقدرة على استيعاب ناطحات السحاب الجديدة في هذه الفترة بالتحديد، وعملية تحديث هذا الحي نبعت في الأساس من رغبة بفوز نيويورك باستضافة الألعاب الأولمبية، حلم سرعان ما تحول إلى سراب. فهل تحدث معجزة توقف هدم مدينة الجرافيتي العام المقبل؟ نزار عبود من لونغ آيلاند سيتي كوينز نيويورك الميادين.